السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبيبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل برجر اللحمة مع بعض. انا عندي برجر كنت عاملاه وشايلاه في الفريزر، طبعا متجمد زي ما انتوا شايفين كده. انا بعمله بلحمة مفرومة فيها نسبة دهن وبس، ملح وفلفل، ممكن نص بصلاية مبشورة صغيرة بس، مش بحط اي توابل ولا بهارات برجر ولا قرفة ولا جنزبيل ولا كل الكلام ده. هنعمل مع بعض كمان صوص المشروم، دي صويا صوص. انا كنت في مرة في مطعم اسيوي كده وسألته عن احسن نوع صويا صوص موجود في السوبر ماركت، ورشح لي النوع ده وفعلا جابهولي من عنده جوه، وقال لي ان هو ده اللي بيستخدمه، وده النوع اللايت. في منها دارك، دي بيبقى طعمها يعني اخف شوية من التانية. وجبت كمان طبق مشروم هنعمله دلوقتي مع بعض، هو سهل جدا مفهوش اي حاجة. فانا نزلت دلوقتي جبت كل الطلبات اللي انا عاوزاها للبرجر، وكنت سايباه بره الفريزر شوية. جبت خيار مخلل، والحاجات دي كلها كنت جايباها من سبينس اللي هو في مول سينزو اللي هو في اول الغردقة. جبت كمان الفلفل الهالبينو، ده فلفل حامي بس طعمه مختلف تماما عن الفلفل الحامي بتاعنا، يعني في نكهة كده مختلفة بتدي طعم حلو جدا وانا بحبه عموما في السندوتشات. جبت الخس، ده طبعا اساسي في البرجر. لقيت كمان كنت رايحة اجيب المايونيز والكاتشب ده، فلقيت صوص جبنة الشيدر، ده اسمه ايلو، هي تقريبا ماركة جديدة نازلة في السوق، وكان سعرها 43 جنيه، بس حجمها كبير زي ما انتوا شايفين كده، فقلت اجربها يعني مش مشكلة. جبت كمان الهوت كاتشب، ده كاتشب حار، بما اني اصلا ابني ما بياكلش الكاتشب فبنجيبه سخن عادي. وجبت المايونيز كمان، ده من نفس الماركة وقلت هجربه، انا اول مرة اجيبه. جبت هريسة شطة كمان انا كنت محتاجاها، وقلت هشوف يعني لو هضيفها للبرجر او بعيدا يعني عن البرجر هتنفعني. وجبت كمان العيش بتاع البرجر، ودي كانت كل الطلبات اللي انا جبتها. هبدأ بعد كده اجهز كل الحاجة بتاعتي قبل ما افتح النار. عندي طاسة صغيرة، وانا اخترت ان هي تكون صغيرة علشان المشروم انا مش عايزاه يتشوح، انا عاوزاه يستوي بس يفقد المية بتاعته. طلعت كمان الشواية اللي هعمل عليها البرجر، وحطيت البرجر جنبي كده في طبق جهزته. وهجهز كمان الخضار بتاعي، قطعت طماطم كده شرايح، وجزء من الخيار وجزء من الفلفل والخس، والعيش كمان هجهزه وهفتحه يعني علشان اسهل على نفسي، ما بقاش ايه بتحرك كتير ما بين التقطيع والتنظيف والغسل الخضار وكده. اخر حاجة بقى قطعت بصلاية صغيرة، دي اللي هعمل بيها الصوص بتاع المشروم. مش هستنى الزبدة تسيح عشان انا زي ما قلت لكم مش عاوزة المشروم يعني يبقى فيه لون مختلف او يبقى محروق شوية او كده. بس هضيف شوية ملح صغيرين جدا عشان تساعد البصل ان هو يدبل. ما نضيفش ملح كتير يا جماعة عشان الصويا صوص اصلا طعمه مالح، وهو اللي هيدي الطعم للصوص بتاع المشروم. بس هسيب البصل لغاية لما يدبل كده شوية، مش هحط المشروم من الاول، خلاص كده البصل اصفر اهو. هضيف المشروم وانا مقطعه كبير، انا قصدة مش عايزة اقطعه صغير لان هو هيكش دلوقتي. طبعا المشروم يا جماعة مش بيتغسل، انا عندي فوط صغيرة كده بنضف بيها الخضار، بابل فوطة وبمسحه كده بس من برة، وهو مبقاش فيه حاجة اصلا يعني، مجرد لو شوية تراب او كده، بس ما ينفعش نغسله لان هو يبقى عامل زي السفنجة كده، هيمص كل المية اللي انت هتغسليها بيه، فمش هيبقى طعمه حلو اصلا. هستنى كده دول يتبلوا شوية وبعد كده هزود شوية دول اللي باقيين،
وزي ما قلت لكم يعني يا ريت لو عندكم طاسه صغيره كده نعمل فيها الصوص ده، ما تبقاش حاجه واسعه فالمشروم يتحروق مننا. في الناحيه التانية كده هبدا اجهز الجريل عشان تسخن، طبعا البرجر ساقع ولسه متجمد فلازم الجريل تبقى سخنه جدا، ما ينفعش انزله على طاسه بارده، هينزل ميته مش هيفك بسرعه وهيتبهدل مننا، فلازم نراعي النقطة دي. طبعا يعني لو هتعمليه برضو لو طازة عندك فريش مش متجمد برضو نزليه على طاسة سخنة علشان ما يفقدش السوائل بتاعت اللحمة بتاعته، فالبرجر بتاعك يبقى ناشف وطعمه مش حلو. خلاص كده المشروم وصل للمرحلة اللي انا عاوزاها، مش عاوزاه يدبل اكتر من كده، هنزل بمعلقتين بس من الصويا صوص ده وهسيبه يتشرب الصوص كويس. طبعا هو خلاص كده مش هيبقى محتاج ولا اي ملح ولا اي توابل ولا اي حاجة، ما نحاولش ان احنا نغير طعمه علشان طعمه يطلع زي اللي بناكله في السندوتشات بتاعت برا. طبعا هو هبط جدا، الطاسة دي كانت مليانة من شوية بقى ربعها كده زي ما انتوا شايفين. هسيبه كده شوية على النار يعني 5 دقايق وبعد كده هطفي عليه. في الناحية التانية هجهز الجريل بتاعتي، خلاص سخنت جدا، هدهنها بس معلقة زيت زيتون عشان اضمن ان البرجر بس ما يلزقش فيها. هي اللحمة فيها نسبة دهون بس عشان متجمدة مش هتسيح بسرعة فممكن يلزق على الجريلا. انا هحط البرجر متجمد كده مش هستناه يفك ولا اي حاجة، وطبعا دي اكلة يعني سريعة جدا تاخدش اي وقت لو البرجر جاهز عندك، او لو حتى مش جاهز هو مفهوش حاجة يعني مجرد اللحمة وبتشكليها وخلاص على كده. طبعا براحتك يعني لو جربتي التوابل بتاعت البرجر بتتباع في السوبر ماركت او اي خلطة انت بتحبيها او طعم انت بتحبيه ممكن تضيفيها، بس انا جربت صدقوني كتير، وجربت قبل كده حطيت له بقسماط ومرة حطيت له شوفان مطحون وجربت فيه كتير، بس كنت بلف وبرجع تاني للوصفة الأساسية اللي هو لحمة وملح وفلفل وبس، مفيش أي حاجة تاني. ده أكتر طعم أنا حبيته وحسيت إنه هو زي البرجر اللي ناكله من برا. هشوي البرجر كده، طبعا أنا سرعت الفيديو بس عشان ما يطولش، لغاية ما أتأكد إنه هو استوى وأخد لون من الجنبين. هو ما أخدش اللون اللي أنا كنت عاوزاه بس مش مشكلة، انا اكتشفت ان الجريلا دي اصلا مش بتعمل الخطوط اللي هي فيها دي ولا اي حاجة ولا ليها اي لازمة. فتحت كده العيش، انا مش بحب ان انا ابعده يعني عن بعض، بخليه كده ماسك في بعضه، هحطه على الجريلا كده يسخن شوية، وكمان علشان الوش بتاعه يقرمش لما اجي احط الصوصات بتاعتي المايونيز او الكاتشب او كده ما يبلش العيش ويشرب الصوص ده، فحس ان العيش طري كده وطعمه مش حلو انا وباكل ويتبهدل بقى ويقع وكل الجو ده، وبتدي طعم كمان لذيذ للعيش. انا هنا خلاص ظبطت البرجر، هحط عليه شوية من الصوص بتاع الجبنة ده، هو وسخن كده لسه علشان الجبنة دي تسيح شوية عليه، انا مش هحط كله جبنة علشان ابني برضو ما بياكلش اي حاجة من الصوصات دي، هو بس السندوتش كده بيتحط فيه البرجر والخس وبس، مفيش اي حاجة تانية، مع انه يعني بياكل الطماطم وبياكل الخيار وكده بس سبحان الله ما بياكلوش في سندوتشات، مش فاهمة ليه ياكلوا لوحده كده في طبق على جنب بس جوه السندوتش لا. خلاص كده العيش اخد لون فانا هطلعه وحطه على جنب، وهحط العيش الباقي برضو علشان خاطر ياخد لون والطاسة لسه سخنة. زي ما قلت لكم انا اصلا كنت مجهزة الخضار وكل حاجة متقطعة جنبي علشان الحق اعمل السندوتشات قبل ما اللحمة نفسها تبرد، طبعا ده الاسهل يعني. خلاص هجيب العيش هحط عليه ناحية مايونيز وناحية كاتشب،
ممكن تحطوا مستردة لو حابين، بس انا اكتفيت بيهم كده يعني، بس مايونيز والكاتشب والجبنة. ممكن تحطوا مستردة، ممكن تحطوا هريسة، ممكن ما تحطوش اي حاجة خالص يعني. هو البرجر ده يعني بحسه ان هو اذواق كده، انت الخضار جنبك والصوصات جنبك، تحط بقى اللي انت حابه وتشيل اللي انت مش حابه براحتك خالص. طبعا مفيش وقت بقى ان انا افضي في اطباق واخد من الاطباق على السندوتشات والجو ده، لأ انا ببقى راجعة من الشغل عاوزة اكل يعني، عايزة انجز اي حاجة بسرعة عشان الحق اكل، فبختار دايما الحاجات السريعة بصراحة. وحتى والله لو في اجازة برضو ومش معايا شغل، برضو بختار ان انا يعني انجز بسرعة يعني. في حاجات كتيرة بحسها في اليوم ممكن تتعمل غير ان انا اقف في المطبخ واطبخ واغسل المواعين واظبط واقطع وانضف لا في حاجات كتير في اليوم ممكن تتعمل. هحط شريحتين كده من الخس، بعد كده هاخد اللحمة احطها فوق الخس، طبعا الجبنة ساحت كانت عليها من السخونة بس يعني بتاعت اللحمة، وهحط الطماطم كده فوق الجبنة، وهحط شوية من الخيار المخلل والفلفل الهالبينو. علشان كده انا ما حطيتش شطة تاني، خلاص هريسة اكتفيت بالفلفل ده والكاتشب كمان سخن، فكده كفاية قوي يعني. ممكن بقى نحمر جنبه بطاطس، ممكن من غير بطاطس خالص، انا ما كنتش يعني في وقت ان انا اعمل بطاطس بصراحة، فعملت برجر بس. والصوص بتاع المشروم انا ما حطيتهوش هنا في الساندوتش لان انا بحبه جدا، فتقريبا مع كل قطمة ساندوتش يعني باكل معلقة من الصوص بتاع البرجر، فحطيته على جنب. وبس كده يا حلوين، نضغط كده على بس الساندوتش كويس علشان يقفل معانا، وبس كده خلاص مفيش اسهل من كده. طبعا السندوتشات دي بتتباع غالية بره، مش فاهمة ليه احنا عملناها في البيت يعني بحاجات لا تذكر، وكمان فضل عندي كتير من كل الحاجات اللي انا جبتها. ده باقي العيش خلاص انا هسيبه كده، لو حد عاوز يعمل تاني يبقى يعمل في ساعتها، علشان برضو بحس ان العيش بيتبل. ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة، واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.